بسم الله الرحمن الرحيم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر. سادة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم الإيمان هو الخلق، ونحن ضيوف عند الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين في جامعة دمشق. أهلا وسهلا بأستاذنا، حياكم الله. جزاك الله خيرا. سيدي، في الحلقة الماضية تحدثنا عن المعروف والمنكر، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرحت بأنه سمي المعروف معروفا لأنه يعرف بالفطرة السليمة بأنه شيء حسن معروف لديها وتتقبله تلك الفطرة، والمنكر سمي منكرا لأن النفس أو لأن الفطرة السليمة تنكر وتتأباه فأصبح منكرا. إذن في الفطرة السليمة تقبل هذا الفعل وتنكر هذا الفعل وترفض هذا الفعل. الآن في محطتنا هذه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: ولا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. طيب، نبتدئ سيدي الكريم، نعرف الحلال ونعرف الحرام، وما هو الفاصل بينهما؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. كيف نتبين هذه المسألة؟ هل بالفطرة السليمة؟ هل بالاكتساب؟ كيف يكون ذلك؟ الحقيقة كما تقدم الحديث في حلقات سابقة، الفطر السليمة تعرف المعروف وتنكر المنكر، أو أن نقول تعرف الحلال وتنكر الحرام. يعني الحرام يحرم النفس من سعادتها في الدنيا والآخرة. جميل. والحلال تحلو به في الدنيا والآخرة. نعيد والله هذا يعني هذا الاصطلاح أو هذا التفسير. نعم، هو في علاقة علمية بين الأمر ونتائجه والنهي ونتائجه. جميل. ما معنى علاقة علمية؟ أنا حينما آمر ابني أن يخرج من هذا الباب وخرج من خلافه أعاقبه، أما أنا وضعت هذه العلاقة، أنا وضعتها، أقول العلاقة بين عقابه وبين خروجه من باب آخر هي علاقة وضعية أنا اخترعتها. أما حينما يضع ابني يده على المدفأة وهي مشتعلة فتحترق، أقول هناك علاقة علمية بين السبب والنتيجة. تمام. الشيء الدقيق جدا أن هناك علاقة علمية 100% بين الأمر ونتائجه. نعم. وبين النهي ونتائجه. أنا حينما أقود مركبة تحمل 20 طن وأقف أمام جسر كتب عليه الحمول القصوى 5 طن، أنا حينما أتلفت يمنة ويسرة هل هناك شرطي يخالفني؟ لم أفقه حقيقة هذه اللوحة، الجسر يعاقبني. صحيح. يعني هناك علاقة صحيح. علمية بين المخالفة وبين السقوط في النهر. صحيح. أما إن كانت وضعية أعاقب أو لا أعاقب، أعاقب أو لا أعاقب، أو لا أعاقب، أعاقب أو أنجو من العقاب. أما في العلاقة العلمية نؤمن أن كل أمر أمر الله به ينتهي إلى نتيجة علمية، يعني الأمر الذي فعلته كان سبب النتيجة والنهي الذي ارتكبته كان سبب الهلاك، هذا وضع آخر. أنا حينما أمشي في فلات أرى لوحة كتب عليها حقل ألغام ممنوع التجاوز، أولا لا أحقد أبدا على من وضع اللوحة لأنني لا أراها حدا لحريتي بل أراها ضمانا لسلامتي. جميل. فأنا حينما أرى أن هناك علاقة علمية بين الأمر ونتيجته وبين النهي ونتيجته أكون فقيها. فلذلك الحلال الحسن ما حسنه الشرع، الحسن المطلق. نعم. بكل المقاييس ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. نعم.
يعني أحيانا أنا أعطي مسألة للطلاب حلوا هذه المسألة، أعطيهم الجواب، فمن توصل حله إلى هذا الجواب فحله صحيح ويعرف نفسه، ومن حاد حله عن هذا الجواب حله غير صحيح. الله عز وجل بيّن الحسن والقبيح في القرآن والسنة، أعطانا النتيجة. فنحن منفكر، ندرس، منحقق، منتأمل، منتابع، مندقق، منستنتج، بالنهاية إذا قادنا عقلنا إلى الحسن الذي جاء به الشرع فعقلنا عمل بشكل صحيح. أما إذا قادنا عقلنا إلى شيء مخالف للشرع، شيء يخالف منهج الله وهو الخبير، أخطأنا حل المسألة، معناها إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. كيف قدر؟ وأنا حينما أعتمد على العقل وحده من دون وحي أقع في متاهات كبيرة جدا، لأنه تماما 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 كيف أن العين مهما كانت دقيقة وحادة البصر لا ترى إلا بالضوء، والعقل لا يعمل إلا بالوحي. جميل. الضوء للعين، الوحي للعقل كالضوء للعين. فالحلال يسعد الإنسان، تحلو به النفس، يتألق الإنسان. الحلال تحلو به النفس، والحرام يحرم النفس من سعادتها في الدنيا والآخرة. هي قضية دقيقة جدا، لكن في مشكلات. الحلال الصرف واضح ولا يحتاج لا إلى تفاسير ولا إلى فتاوى ولا إلى أسئلة، والحرام الصرف واضح. نعم. لكن أحيانا مثلا يقول لك أحدهم أنا أساهم معك في شراء هذا البيت، أعطني أجرة في عقد إيجار، ساهم معك بنصف البيت ويستحق أن يأخذ نصف الأجرة. نعم. لكن هو ضمن مبلغه، فإذا ضمن المبلغ بأي لحظة قال لك أعطني المليون، إن ضمنت له المبلغ فصار الموضوع ربا، لم يعد أجرة كدين. فهي العلاقة من جهة علاقة مشروعة، علاقة إيجار، ومن جهة ثانية مدام مبلغ مضمون لا يتحمل خسارة ولا ربح، في علاقة مشبوهة أصبحت. الحلال بين والحرام بين. واحد تناول طعاما معينا، أكل خبز صباحا مع قطعة جبن، هل هناك على وجه الأرض من يسأل عالما ما حكم هذا الشيء؟ يعرف بالفطر السليمة. صحيح. وإنسان سرق من دون سؤال، سرق حرام. لكن في آلاف القضايا متداخلة، يعني من جانب مقبولة من جانب مرفوضة. فقال النبي الكريم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، لذلك قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر. فالمؤمن الورع الحريص على سلامة علاقته مع الله، الحريص على مستقبله في شيخوخته، الحريص على جنته التي يعمل من أجلها، ينبغي أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مفتاح العلم السؤال. ونحن ما في إنسان ممكن أن تطرق بابه إلا والأتعاب بجيبك للطبيب والمهندس والمحامي، إلا عالم الدين مجانا لك أن تسأله ليلا أو نهارا لوجه الله، خطيا أو شفهيا، على الهاتف أو لقاء شخصي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب نسأل أهل الذكر، يعني نأتي إلى أهل الذكر الذين يصدرون. نعم. الفتية أو الفتوى. نعم. لكنه قيل الفتوى على قدر الوصف. نعم. فأحيانا الإنسان يتوهم أنه إذا أقنع هذا الشيخ أعطاه المبررات الكافية كي ينتزع منه فتوى تروق له، يظن أنه نجا من عذاب الله. أنا أقول كلام خطير جدا، لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. الله. يعني لو أنك استطعت بذكاء وبطلاقة لسان وبالحجة مقنعة لم تكن واقعية، لكن أن تنتزع من فم سيد الخلق وحبيب الحق فتوى لصالحك ولم تكن محقا، لا تنجو من عذاب الله. نحن نسأل، لكن يجب أن تكون أمينا في الوصف. تماما. المشكلة تأتي من أين؟ أنه لا يقول لك الحقيقة، يقول لك كلاما من نتائجه أن يفتي لك المفتي بهذا الذي تريده. أما لو قال لك الحقيقة لا تقول هذا الكلام. اختلف الموضوع. فلذلك حتى أخواننا يكون في عندهم مكابح. نعم. أي إنسان مثلا، إنسان في عنده بيت أراد أن يبيعه، لأنه خرج من بيته ولقي من يبيع البيوت قال له بسوى مليونين،
هل يوقع عقد فوري؟ بيسأل 10 دلالة. صحيح. لأنه في أمور الدنيا حريص على مصالحه، لكن الشيء العجب العجاب بأمور الدين الخطيرة المصيرية بيكتفي بسؤال إمام بجامع هيك بزاوية ضيقة جدا بمنطقة نائية يا سيدنا ولا يعرف اسمه، بلي أفتالي، لماذا تريد أن تحمل هذا الشاب المبتدئ في الدعوة مسؤولية العمل الكبير الذي اقترفته؟ فلذلك أنا أدعو إخوتنا الكرام المشاهدين إلى السؤال، لكن أذكرهم ثانية أن يكون الوضوح، أن السؤال إن لم يكن واضحا وانتزعت من فم سيد الخلق وحبيب الحق فتوى لصالحك لا تنجو من عذاب الله. لذلك الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني المنهج نهر، أو المعصية نهر، أو الحمى، الحمى نهر، في له شاطئ زلق مائل وشاطئ جاف مستوي، فالمشي على الشاطئ الجاف المستوي ضمانة من الوقوع في النهر. نعم. أما المشي على الشاطئ المائل الزلق مظنة وقوع في النهر. صحيح. فالأمور الواضحة كالشاطئ المستوي الجاف، والدخول في المتاهات وفي الشبهات كمن يمشي على شاطئ لنهر عميق مخيف زلق ومائل، فاحتمال أن يقع في النهر احتمال قائم. صحيح. نعم. مظنة أن يقع، نعم، في النهر. لذلك قالوا من حام حول الحمى يوشك أي واقعة. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، اتق المحارم تكن أعبد الناس. أستاذ علاء، في نقطة دقيقة جدا، يعني وزير كهرباء أراد أن يحذر الإخوة المواطنين من تيار توتر عالي جدا، والتوتر العالي كما هو معلوم في قوة جذب، يعني في 8 أمتار إن دخل المواطن إلى هذه المنطقة يصبح قطعة من الفحم فورا. فوزير الكهرباء يجب أن يقول ممنوع مس التيار أم ممنوع الاقتراب منه. ممنوع الاقتراب. الاقتراب. المس لأنه تحصيل حاصل. لذلك في نوع من الشهوات عند قوة جذب كبيرة جدا، فأنت إذا تجاوزت الخط الأحمر جذبتك إليها. فالخطأ لم يكن من وقوعك في هذه المعصية الكبيرة، الخطأ بدأ من الاقتراب. من الاقتراب منها. وتلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها، لا تقربوا مال اليتيم، لا تدخل مالك بماله، افصل المالين عن بعضهما، لا تقربوا الزنا، الزنا يعني نهاية لمقدمات ليست من الزنا. صحيح. لكنها مقدمات للزنا، فلم يأتي النهي عن الزنا مباشرة، قال لا تقربوا الزنا. حتى الاقتراب إلى حماء أو إلى الساحة أو المنطقة المحايدة إن صح التعبير، عدم الاقتراب منها بكل معنى الكلمة. إذن الإنسان حينما يكون فقيها، الدين قضية مصيرية أستاذ علاء. هل أنا ممكن بيت بدله، ممكن بدل مركبتي، ممكن غير مهنتي، أما قضية الدين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. مثلا ينجح الطالب من 7 إلى 8، 8، 9، 9، 10، 11، 11، 12، نجاحه في 12 مصيري، طبيب صحة، طبيب أسنان، صيدلي، علوم طبيعية، فبحسب علاماته بتحدد مهنته بالمستقبل. صحيح. فالإنسان بحسب يعني علاقته مع المحرمات، بحسب فهمه الدقيق لمنهج الله، بتحدد مصيره في الدنيا والآخرة. صحيح. إن لكل معصية عقابا. أنا أؤكد على هذه الناحية أنه العلاقة بين المعصية ونتائجها علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة، وأن العلاقة بين الطاعة ونتائجها علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. فأنا بسأل وأقدم التفاصيل الدقيقة الموضوعية وأتلقى الجواب، أما إذا احتلت على السائل على المسؤول فقدمت معلومات غير صحيحة ثم جاءت الفتوى كما تروق لي، لا أنجو من عذاب الله. هذه أنا أوازن بين أن تسأل وبين أن تكون ورعا في عرضك للمشكلة. طيب سيدي الكريم، طالما تحدثنا عن الفتوى والفتية، هنالك من يأخذ
فتاوى من خلال شاشات تلفزيون الفضائيات، يسأل عبر الهاتف ثم يجيب العالم على هذا السؤال. قد يكون السؤال كما تفضلت غير دقيق والمعطيات غير دقيقة، فالعالم يجيب الفتوى على قدر النص. نص. وتنحرف هذه الفتوى، ثم هنالك من يسمع يشاهد هذه المسألة، لم يسأل لكن عم يشاهد هذا البرنامج ويحمل الفتية أو الفتوى ويقدمها بين الناس، لا هو استوعب السؤال، وأحيانا الفتوى مجزوءة يلي سمعها، لأنه في إشكالية بالسمع في بعض الأحيان، يعني يسمع الإنسان بشكل خاطئ. يعني كثير من القضايا عندما يتحدث الإنسان بيقول له الآخر أنت رفعت المنصوب، نرجع للتسجيل والسمعان خطأ، الزلمة كان يقرأ بشكل صحيح باللغة العربية، إذن نعم. يتعرض السمع نعم. للخطأ. اثنين، من يسأل في المساجد؟ هالناس خاصة في الأماكن النائية، إذا كان واحد بديان في الدعوة كما تفضلت بيسأله سؤال حسب ما قدم له بيعطيه الإجابة، وأحيانا هذاك علمه بيكون على قده. الأسئلة الشفوية المفترض الحقيقة أن تنقلب، أو أن يعني نضبط هذه المسألة بأن تكون الأسئلة مكتوبة. نعم. مكتوبة. إذا المفتي يفتي على هذا النص الذي أمر المكتوب فقط، وإلا القضية الشفهية تأخذ وتعطي. هذا كلام دقيق جدا، لكن نحن بحاجة إلى أن يعمق الوعي عند الإخوة المؤمنين. نعم. أنه حينما نستوعب الحق نريح ونستريح، حينما نستوعب الحق يعني أعمارنا لا تكفي لاستيعاب الباطل، لأنه الباطل مليون خط منكسر أو منحني بين نقطتين، أما الخط الحق هو أقصر طريق بين نقطتين. أعمارنا تكفي لاستيعاب الحق، إذا استوعبنا الحق يعني طلب العلم حتم واجب على كل مسلم. أنا كنت أقول دائما أنه قد يكون إنسان يحمل دكتوراه لكن بعيد عن المنهج الإلهي، هذا أمي في الدين كما أنني أمي حينما تطلعني على تخطيط قلب لا أفهم منه شيئا. أما الإنسان لمجرد أنه نال شهادة عليا ظن أنه انتهى العلم، هذا أخطر شريحة في المجتمع، أنصاف المتعلمين، لا هم علماء فينتفعون بعلمهم، ولا هم جهال فيقبلوا أن يتعلموا. هذا الغرور نعم. الذي يركب نعم. في هاللحظة نعم. يركب الغرور هدول أنصاف نعم. المتعلمين يلي ظن أنه وصل إلى سدة العلم. هناك نقطة دقيقة جدا، يعني هناك فضائيات لا تنتمي إلى الأمة. صحيح. هذه التي لا تنتمي إلى الأمة يشك بفتاواها. نعم. فأنا مرة ذكرت طائفة من الفتاوى التي لا ترضي الله عبر الفضائيات، وختمت لقائي مع بعض الإخوة فقلت لهم خذوا دينكم عن الأرضيات. عن الأرضيات. لا عن الفضائيات. نعم. والفتوى لا تنجي صاحبها، لا تنجي الذي يعني قبلها واعتمد عليها ولم يحقق. بالمناسبة المفتي الذي يفتي بخلاف المفتي الذي يفتي بلا علم محاسب عند الله أشد الحساب، لكن هناك شريحة أخرى خطيرة جدا، يفتي بخلاف ما يعلم، وهذه مسألة نعم. خطيرة جدا. يعني اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. أستاذ علاء، لأنه في أمامك ورقة بيضاء بحجم الكف، أنت لزمك تجري عملية حسابية، فكتبت عليها العملية الحسابية وأخذت الجواب ثم مزقتها وألقيتها في المهملات، ثم اكتشفت أن الورقة هي شيك بمئة مليون دولار. أنت انتفعت بهذه الورقة، بس نسبة انتفاعك بها أنك استخدمتها كورقة لكن قيمتها مئة مليون دولار. هذا الذي يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. قد نستخدم الدين، قد نرتزق بالدين، قد نتاجر بالدين، هؤلاء ما عرفوا عظمة هذا الدين الذي هو سبب سعادة الدنيا والآخرة، اشتروا به ثمنا قليلا. أنا أقول لذلك ما من عمل أعظم عند الله من الدعوة إلى الله، بنص الآية الكريمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكنني أعتقد ثانية أنه ما من عمل يتذبذب
بين أن يكون أقدس عمل على الإطلاق يرقى إلى صنعة الأنبياء، وبين أن يكون أتفه عمل على الإطلاق لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة كالدعوة إلى الله. تكون أعظم عمل إذا بذلت من أجلها الغالي والرخيص والنفس والنفيس. تكون أعظم عمل إذا التزمت بما تقول. تكون أعظم عمل إذا لم يرى الناس مسافة بين أقوالك وأفعالك. نعم. وتكون أتفه عمل إذا تاجرت بها. سيدي الكريم، قبل أن نأتي إلى محطتنا العلمية، نعم، عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. نعم. الخلاصة التي تضبط العلاقة مع الآخرين كيف يكتشفها؟ الخلاصة، لأن الفطر تعرف المعروفة ابتداء وتنكر المنكر ابتداء. في توجيه نبوي مأخوذ من بضعة أحاديث: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. جميل. كيف تعامل زوجة ابنك كما تتمنى أن تعامل في بيت أهل زوجها؟ كيف تعامل هذا الذي عندك في المحل كما تتمنى لو كان ابنك مكانه في محل آخر أن كيف يعامل؟ والله هذا المقياس لا يخيب في أي موضوع. أنت وراء الطاولة وجاءك مواطن، كيف تعامله كما لو كنت مكانه مراجعاً. نعم. كيف تعامل؟ أنت لو كنت زوجاً كيف تتمنى أن تعاملك زوجتك؟ ينبغي أن تعاملها كما ينبغي، كما تتمنى أن تعاملك. لو أننا عدنا إلى مقياس الفطرة السليم وفي كل قضية أنشأنا محاكمة سليمة لكنا في حال غير هذا الحال. نعم. الآن حان وقت المحطة العلمية في حلقتنا إن شاء الله. عن أي موضوع أستاذنا؟ والله في زلزال تسونامي الذي وقع قبل عدة سنوات. نعم. هناك معلومات دقيقة جدا عنه، سوف أشرحها مع هذا الفيلم العلمي إن شاء الله. إن شاء الله. الحقيقة أنني قلت إنه في طبقات الدنيا من الأرض ألواح 12 لوحا ترتكز عليها القارات. نعم. ترتكز عليها القارات، وفي مركز الأرض يعني سائل ملتهب يندفع اندفاعا قويا نحو الأعلى، فإذا دفع اندفاعا قويا تحت الأعلى تباعدت هذه الطبقات المهل. نعم. وإذا اتجه نحو مركز الأرض تقاربت هذه الطبقات. والحقيقة أن الزلزال السونامي الذي حصل هو اصطدام لوحين كبيرين، لوح ترتكز عليه أستراليا ولوح ترتكز عليه آسيا، فكانت قوة هذا الزلزال ما تعادل مليون قنبلة ذرية، مليون. الله عز وجل قال: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هذا التصادم بين لوحي أستراليا وآسيا سبب أمواج بلغ ارتفاعها إلى 40 متر وانطلقت لمسافة 1600 كيلومتر بسرعة 1600 كيلومتر، وبإمكان هذه الأمواج أن تحمل صخوراً وتدمر مدناً وتحمل سفناً وتجعلها على أسطحة المنازل. نحن نريد أن نعبد الله رغبة ورهبة. أنا حينما أعبده رغبة دون أن أنظر إلى عقابه، قال: يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. الله. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. إذن أردت من هذه اللقطة أنه لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، التركيز على كلمة عظيم، ومحبة له يحبهم ويحبونه، وخوف منه رأس الحكمة مخافة الله. فالإنسان في قبضة الله عز وجل، فإذا سلك الطريق الصحيح فلعل الله سبحانه وتعالى يحفظه، والله عز وجل يقول: وكذلك ننجي المؤمنين. طيب
سيدي الكريم، من خلال ما قدمت، هنالك من يستقيم في حياته، من يستقيم في تعامله، من يستقيم في علاقاته بالآخرين، ولكن حياته تتعثر، حياته لا تروق كما راقت لغيره من الذين سلكوا مسالك المهالك، وكان بين نقطتين عندهم الخط منكسر في كل نقطة من النقاط، وهو صابر على ما هو عليه، يعني علاقته بجيرانه، علاقته بأسرته، علاقته في عمله، علاقته بربه تكون وحسب الظاهر أنها علاقة ممتازة، لكن حياته كما قلنا متعثرة. هل الحياة فيها عقبات؟ هل هذا شيء طبيعي في حياة المؤمن؟ أم هذه القضية تنبي عن أن العلاقة فيها ارتياب مع الله عز وجل؟ أستاذ علاء، لا بد من تفصيل. المصائب خمس أنواع، نوعان يصيبان المؤمنين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم. الإنسان في حياة هي دار ابتلاء وهي دار عمل، فإذا غفل عن الله وهو طيب القلب مستقيم لكنه غفل عن رسالته، أنت كأب هل تقبل من ابنك أن يكون مهذبا فقط أم تريد أن يضيف إلى تهذيبه الاجتهاد؟ الاجتهاد والنباح، فقد يكون مهذب جدا لكن كسول، فإذا الله عز وجل يعني علم أن هذا الإنسان على طيب قلب وعلى استقامة لا بأس بها لكن همته في السير إلى الله ضعيفة، يسوق له بعض المحفزات. نعم. بالضبط، محفزات يعني يلوح له شبح مصيبة يلجأ إلى الله، يلوح له شبح مرض يلجأ إلى الله، تسوء علاقته مع من هو فوقه فيلجأ إلى الله، فكأن هذه المصائب كما قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، نحن ملك لله، وإنا إليه بهذه المصيبة راجعون. لفت نظر الله عز وجل، لطيف يعني بلفت نظر الإنسان بشبح مصيبة، بقلق معين، بهم معين، بمشكلة معينة، بانقطاع دخله فجأة، هذه كلها ما دمت مؤمنا بالله مستقيما على أمره كلها محفزات إلى الله، ولن نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه مصائب تصيب المؤمنين، لكن بعضها مصائب دفع وتحفيز، بعضها مصائب رفع. مصائب الدفع في تقصير، أما الرفع في عنده إمكانيات عالية جدا لم يستخدمها الله، فمرة يدفعه إلى بابه، يلجئه إلى أعتابه، يلجئه إلى إحكام الصلة معه، يلجئه إلى عمل، يلجئه إلى مزيد من الانضباط، وبعضها ليرفع مقامه عنده، لتكون المقام، يكون المقام في مكان عالي. هذه مصائب المؤمنين، أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه. لا يسعنا إلا أن نشكر أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلية الشريعة وأصول الدين بدمشق. شكرا لكل ما تفضلت ولكل هذا البسط في الحديث الذي يعني يجعل من القلوب والنفوس رطيبة. نعم. بالإيمان وبعلاقة الإنسان بربه، العلاقة الحسنى. نعم. والعلاقة التي فيها التقوى بكل معنى الكلمة. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا.